الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم إنها متزوجة من أحد أقاربها، تقول لها معه ما يقارب 7 سنوات، تقول وراجعنا مستشفيات والنتيجة أنه لم يحصل حمل، والأمل بالله سبحانه وتعالى. تقول تعبت من التفكير ونفسيتي قد تعبت، والحمد لله. تقول أنا لم أقصر معه بشيء، علما أنه يستعمل المخدرات. تقول هل علي إثم لو طلبت الطلاق لأني سمعت أن المخدرات تؤثر على الإنجاب؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة نزل عليها دم أكرمك الله وظنت أنه حيض، ثم تبين لها أنه ليس بحيض، فما الحكم في الصلوات التي فاتت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فإذا ظن الإنسان شيئا ثم تبين له بأخرة الأمر أنه على خلاف ما ظنه فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الأمور الواجبة. وبناء على هذه القاعدة أقول: ما فوتيه من أوقات الصلاة ظنا منك أنك حائض يجب عليك أن تبادر الآن بقضائها، ولا تأثمين بتفويتها عن وقت وإخراجها عن وقتها، لأنك أخرجتيها عن وقتها عن غلبة ظن بأنك حائض. ولا يؤاخذك الله عز وجل بهذا التفويت، لكن يجب عليك الآن أن تقضي على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعليك أن تتوضئي وأن تبادري بقضائهن مرتبة، والله أعلم.